ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوف القناه بتاعتي انزلي حالا اشتركي كمان الزر الاحمر تحت وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. و النهارده بقى فيديو مشتريات الاحتياجات اليوميه بتاعتي، وكمان فيهم حاجات للجهاز بس حاجات بسيطه، منها طبعا يعني حاجات معروفه وحاجات كده يعني، واكل وبتاع من الكلام ده. اول حاجه طبعا انت حفظت يعني كل اللي متابعني من القناه من القديم عارف ان انا هجيب مناديل، دي حاجه اساسيه. وفي اللي بيكتب لي في الكومنتات اكيد المشتريات بتاعتك فيها مناديل من قبل ما بيتفرج عليها، فدول اول اتنين جبتهم للجهاز، دول هيتشالوا. انتوا عارفين انا هجيب قد ايه كده، متبقي 93 كتير يعني، بس على الاقل بحاول اخلص فيهم. تاني اتنين دول استخدام الشخصي، وانا اتكلمت قبل كده عن ماركة المارد في المناديل شكلها عامل ازاي، وقارنتها قبل كده بانواع كتير هتلاقوها في كل مكان وسعرها مش غالي. وبعد كده جبت حاجات من عند العطار، حاجات هعمل لكم بيها فيديوهات لوحدها، وحاجات طبعا معروفة وكلنا بنجيبها بطرق مستمرة. اول حاجة جبتها جل الصبار الالوفيرا. بصوا هو اللون ده المفروض ما يكونش لونه كده، يعني هو المفروض يبقى شفاف، الالوان دي ما بتبقاش كويسه بتضر، بس طبعا ده اللي كان متوافر. هو البراند بتاعه اسمه الوفيرا، في 92% جل صبار، دي كانت ب20 جنيه وليه ريحه. المفروض جل صبار ملوش ريحه بس ده ليه ريحه، فانا خايفه ياذي بصراحه، بس هجربه اقول لكم ريفيو عنه كامل، هو من دلوقتي مش مرتاحه له اساسا. بعد كده جبت لبان الدكر 5 جنيه من عند العطار، عشان اللي بيسالني يعني هو بيتباع عند العطار ده، احنا عملنا بيه قبل كده تونر، واللي مش عارف التونر بيتعمل ازاي ينزل تحت في الكومنتات، ينزل تحت في الفيديوز، انا عامله لكم مليون مره الطريقه، وعملت مليون تونر للي بيسالني كل شويه عن تونر. عامله تونر ميه الرز، وتونر لبان الدكر، وتونر خل التفاح للبشره الدهنيه والمختلطه والجافه لكل انواع البشره. وفي بنوته كمان سالتني عن انها عروسه ومحتاجه حاجات تفتيح، انزلي تحت برضو في الفيديوز هتلاقيني عامله، انا يعتبر عامله معظم الفيديوز اللي كل بنوته محتاجاها، فلو انت محتاره في اي حاجه تقدري تنزلي وتشوفي تحت في الفيديوز. وبعد كده جبت زيت بذور العنب، زيت بذور العنب برضو من عند العطار. زيت بذور العنب بيفيد البشره، في كولاجين، يعتبر فيتامين سي للفقر، يعني هو فيه كل الفوائد اللي في الدنيا، تحفه تحفه تحفه. انا جايباه مش عشان خاطر بشرتي خالص، انا جايباه عشان خاطر اطراف شعري، فبرضه ده هجربه اقول لكم ريفيو عنه. اللي مش عايز يجيبه من عند العطار ممكن عندكم برندات تانية زي امتنان وافريكانا ونفرتاري، بيتباع في نفرتاري تقريبا ب 95 جنيه حاجه زي كده، يعني تقدري تجيبيه من اي مكان انت عايزاه. هعمل فيديو كامل عن زيت بذور العنب لما اجربه، عشان سمعت عنه ريفيوز حلوة. دي احتياجاتي اصلا يعني الشهرية او الاسبوعية والله. طبعا جبت زيت جوز الهند اهو. تعرفي ازاي زيت جوز الهند انه اوريجينال او لا؟ ان هو يبقى متجمد، يعني ده كده شايفين بيمشي بالبطيء وتقيل قوي، بسيبه شوية في الدولاب فبكتشف ان هو اتجمد، بيبقى شبه السمنة لما تيجي تستخدميه بتدوبيه في مية دافية، غير كده مش هيتحرك معاكي. لو مش كده يبقى مش اوريجينال، لو سايل اعرفي انه مضروب ومتصنع. وزيت جوز الهند لو مضروب بيديكي نتيجه عكسيه، بيوقع الشعر مش بيعالج لك الشعر خالص، المفروض ان هو بيكثف الشعر بيطول الشعر. والمفروض ان ده روزميري او، وجبت روزميري طبعا السبراي بتاع الشعر اللي احنا عملناه مع بعض اللي بيطول الشعر. بعد كده جبت زيت لوز، فاكرين وصفة الفلفل الحار دي اللي انا جربتها معاكم وحاليا بجربها وهعملها تاني عشان خاطر اشوف النتيجة. اول ما النتيجة تجيلي اكيد هعمل لكم ريفيو عنها، بس مش هقدر اطلع اعمل فيديو عنها غير لما احصل على ريفيو كامل. ده بالنسبة للحاجات اللي عند العطار. تعالوا نشوف بقى بقية الحاجة. وبعد كده من الصيدلية جبت الغسول بتاع ايفا بي وايت اهو.
الغسول ده عملت ريفيو كامل عنه قبل كده، بصراحه عجبني بعد ما جربت غارنيه قرب يخلص من عندي، فحبيت ان انا اجيب ايفا بي وايت. ده الحجم الصغير منه، متخيلين ان الحجم الصغير منه كل ده 23 جنيه بس. يعني انا متعوده دايما في الفيديوز بتاعتي بوريكو منتجات رخيصه بتعمل افكت عالي وبتفيد البشره بطريقه كويسه. دليل على كده ان انا لما باجي استخدم بستخدم لكم حاجات يا اما رخيصه من الصيدليه يا اما حاجات من عند العطار اللي هي مش بتتخطى الخمسة جنيه اساسا، ولو تخطت فبتبقى ب10 جنيه. فده من الغسولات اللي تناسب البشره الدهنيه والمختلطه والجافه لجميع انواع البشره، في نفس الوقت كويس جدا، بيفتح البشره، بيفتح اثار الحبوب، بيعمل حاجات تحفه. يعني بالنسبه للحجم بتاعه بالنسبه لسعره فهو معجزه جدا. وكمان بيقول لك ان هو مكونات طبيعيه وفي ترمس، واحنا عارفين الترمس بيعمل ايه للبشره، وفي عرق سوس اللي انا برضو كلمتكم عنه كتير قوي، وكمان بينظف البشره كويس. انا بحس بعده بنضاره ملهاش حل، فظيع خالص. يعني انصح اي بنوته تجيبه بامانه تحفه. وجبت دي من الصيدليه، دي سرنجه. استنوا بقى هعمل لكم الوصفه بتاعت القهوه للشعر بالسرنجه دي، هقول لكم هنستخدم السرنجه في ايه، بس هي مهمه جدا في الوصفه اللي جايه. يعني احنا مش هنستخدم السن اكيد، يعني احنا هنستخدم الابره ذات نفسها، هنستخدمها في حاجه. بعد كده جبت القطن ده من بيرفكت، المفروض هو ده مش القطن اللي انا متعوده عليه، بس هو برضو كويس. بيرفكت براند محترمه يعني، وكويسه جدا ومش غاليه خالص. القطن ده بنستخدمه للبشره، وصفات بقى عايزه تشيلي الماسك الطبيعي من على بشرتك، حاجات كده. يعني اكتر حاجه بستخدمه للتونر، يعني هو اكتر حاجه شائعه بنستخدم فيها القطن التونر، وان احنا نشيل بيه الميك اب. حاجه اكتر من كده ما اعتقدش يعني. بعد كده المناديل المبلله دي من لورا مش عايزه اقول لكم ريحتها يعني فظيعه. انا من اول ما شمتها، يعني ممكن تكوني حطاها في مكان وتشمي ريحتها من بعيد لو هي مفتوحه، بجد تحفه جدا. يعني انا في جهازي هجيب منها الحجم الكبير اللي هي 100 او 200، لو لقيت 200 كمان. يعني بجد البنوتات اللي بتحب المناديل المبلله في شنطتها على طول انصحها تجيب البراند بتاع لورا. وانا مش عارفه دي بريحه ايه، مش عارفه، بس هو انا اصلا مش بستخدمهم، بس يعني هي ريحتها مميزه جدا. في ناس بتستخدمها مثلا ممكن تمسح الاسطح بتاعت مثلا المكتب بيها، فالمكتب بيبقى ريحته حلوه زيه زيها بالظبط، فهي بجد مفيده قوي في الحالات دي وتحفه جدا يعني. وبعد كده جبت العسل الابيض ده من الاسراء، شهد العسل احلى بكتير لانه اوريجينال وطبيعي 100%. ده متصنع فبحس ان هو خفيف مش زي التاني خالص. العسل الابيض الاوريجينال بيبقى تقيل جدا جدا وما بيتحركش اصلا من البرطمان، يعني مهما بمسك البرطمان وبقعد احرك فيه بيفضل ثابت، انما ده بيبقى متصنع. يعني ممكن يبقى طبيعي او بس فيه برضه سن التصنيع. كلمتكم طبعا يعني بنعمل ايه بالعسل الابيض، ازاي بندخله في التخسيس، وازاي بندخله ان هو يزود المناعه، عملت بيه برضو فيديو قبل كده. مده صلاحيته 2 years يعني كويس، بس برضو مش هيدخل دماغي زي الاوريجينال يعني. وبعد كده القهوه بتاعه المسكوت بتاعت خلاص مش جايبه اشربها يعني، فجبت القهوه دي من احمد الشيخ، هي كيس كده. المفروض انا كنت عايزه قهوه فرط اصلا، بس هي دي اللي كانت قدامنا. بعد كده ده لي جهازي برضو، كنت طالبه اوردر فجالي معاه ده رموش هودا بيوتي البلاستيك. انا مش بستخدمها خالص البلاستيك عشان بتبان انها فيك قوي، بس دي هشيلها للجهاز اللي هو يعني ممكن بقى لزوم الدلع في البيت البسها عادي، اللي هو مش عايزة البس حاجة طبيعية وعايزة ابان فيك فالبسها يعني. بعد كده بقول لكم ده هعمل بيه فيديو لوحده. بس كده حلوين الفيديو بتاعي خلاص، اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. متنسوش اهم حاجة لايك الفيديو ده،
واشتراك للقناة من العلامة الحمراء اللي تحت، ودعموني وشجعوني عشان نكبر عائلتنا، واستنوا في الفيديو الجاي. باي.